النوع الثاني فتنة الشهوات، وهذه أخف من فتنة الشبهات، وتتمثل في المعاصي التي تخل بالسلوك وتخل بالأخلاق والأعراض والأمانة، مثل أكل الربا والسرقة، شرب الخمر والزنا. هذه فتن شهوات، لأن الإنسان إنما يأتيها بدافع الشهوة، بدافع الشهوة تدفعه شهوته، حبه للمال يدفعه لأخذ الربا، يدفعه لأخذ الرشوة، يدفعه للكذب والغش في المعاملة، شهوة المال تدفعه لذلك، وينسى الوعيد الوارد على من فعل هذه الأفعال ويتبع شهوته، يقع في الزنا، يسرق المال لأن شهوته بالمال، وهكذا. فهذه فتنة عظيمة. الإنسان المؤمن يقيد نفسه بقيد الشرع، ولو كانت نفسه تشتهي شيئا والشرع يمنع من ذلك فإنه يمنع نفسه ويقيدها بقيد الشرع، يمنعها من الربا، يمنعها من الرشوة، يمنعها من السرقة والخيانة، يمنعها من أكل أموال الناس بالباطل، يمنعها من الكذب، يمنعها من الغش، يمنعها من جميع ما يخل بالأخلاق، لأن هذه الأشياء تهلك النفس. وإذا أطلق الإنسان لنفسه العنان فيها فقد ظلمها، ظلم نفسه، لأن نفسه أمانة ورعية تحت يده، فيجب عليه أن يحفظها وأن يقيدها بقيد الشرع، ولو كانت تريد المعاصي وتريد الشهوات فإنه يمنعها من ذلك. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نهى نفسه عن الهوى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، جمع بين الأمرين، خوف الله عز وجل ومنع نفسه من الهوى، فهذا تكون الجنة مأواه. وأما من أتبع نفسه هواها فهذا يكون مصيره إلى النار بحسب عمله، إما مصيرا مؤبدا للكافر والمشرك، أو مصيرا الله أعلم بمداه، لكنه لا يخلد إذا كان من عصاة المؤمنين والموحدين، فإن الجحيم هي المأوى. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح من زكى نفسه، زكاها يعني طهرها، طهرها من الذنوب والمعاصي، لأن الذنوب والمعاصي دنس. فالمؤمن يزكي نفسه يعني يطهرها من الذنوب ومن المعاصي، وهذا قد أفلح. وإن كان في الظاهر أنه أهان نفسه لأنه ما أعطاها ما تشتهي، ففي الظاهر أنه أهانها، ولكنه في الحقيقة قد أكرمها ومنعها مما يضرها. وإن كان فيه لذة عاجلة فإنه ينظر إلى العاقبة، فمن حرصه على نفسه أنه منعه من لذة عاجلة تعقبها حسرة دائمة
هذا هو الذي زكى نفسه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، يعني دنسها ودسها في التراب وأعطاها ما تشتهي، فنال لذة عاجلة تؤول إلى عاقبة سيئة، فهذا لم ينظر في العواقب وخان نفسه حيث لم يعمل بمصلحتها. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكيس يعني العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، دان نفسه يعني حاسبها في هذه الحياة الدنيا، حاسبها وأوقفها عند حدودها ولم يرخ لها العنان فيما تشتهي مما يضرها، بل يحاسبها ويوقفها عند حدها، هذا هو العاقل. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، يضيع الأعمال ويرتكب المحارم ويتمنى أنه يكون من أهل الجنة بدون عمل، لا يمنع نفسه من معصية ولا يلزمها بطاعة، يعطيها الخطام والزمام ويتمنى أنه يكون من أهل الجنة، لا يكون هذا أبدا. أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، هذا عاجز وأمنيته لن تتحقق، لأنه لم يعمل السبب الذي يوصله إلى الجنة. والجنة لا تدرك بالأماني، وإنما تدرك برحمة الله جل وعلا التي سببها الأعمال الصالحة، سببها الأعمال الصالحة. فهذه فتنة الشهوات، والإنسان مع نفسه في جهاد، وجهاد النفس هو من أعظم أنواع الجهاد، الذي لا يجاهد نفسه لا يجاهد عدوه. إذا عجزت تجاهد نفسك كيف تجاهد عدوك؟ أما إذا قدرت على جهاد نفسك فإنك تقدر على جهاد عدوك، فلذلك جهاد النفس هو من أعظم الجهاد، بل هو أصل الجهاد، لأن النفس تحتاج إلى مجاهدة، لأنها تتفلت إلى الشهوات وإلى المعاصي وإلى المغريات وإلى الملذات، فتحتاج إلى جهاد، تحتاج إلى صبر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الذي يريد الجنة يمسك بزمام نفسه ويصبرها على طاعة الله ويصبرها عن معصية الله، فهذا قد أخذ بالسبب الواقي بإذن الله من الفتن. أما الذي يعطي نفسه ما تشتهي فهذا يجري وراء الفتن، كل ما ظهرت فتنة بادر إليها لأن نفسه تدفعه إلى ذلك. والله جل وعلا يقول: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي.